مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بيرن عربية. شركة أبل نزلت تحديث برقم 16.1. هذا التحديث المساحة مالته صغيرة 295 ميجا. هذا التحديث حل نزل لحل بعض المشاكل اللي واجهت المستخدمين. أول هذه المشاكل اللي هي قطع شبكة الواي فاي. أنت ودا تلعب أو دا ترسل بيانات فراح يقطع الواي فاي يحول على البيانات، وكثير متابعين اشتكوا من عدها وتوقعنا أنه هي خلل من شبكة الواي فاي، لكن بالأصل هو الخلل كان من الهواتف والتحديث بالضبط. فاليوم نزل التحديث لإصلاح هذه المشكلة وبعض المشاكل الأخرى وتحديثات أمنية. فاليوم راح أعلمكم أيضا كيف راح نحدث بصورة صحيحة. بالبداية حتى تحدث بصورة صحيحة راح تدخل على الإعدادات، تنزل على عام، تنزل على تحديث البرنامج، تتأكد التحديث جاي إلك هنا. طبعا التحديثات التلقائية ما أنصح بها، ولازم يكون عندك الشحن يكون فوق 50 وعلى شبكة الواي فاي، لا على شبكة البيانات. راح تكبس على تنزيل والتثبيت، لكن قبل ما تكبس راح ترجع إلى الوراء، تروح على مساحة التخزين. لازم يكون عندك هنا أقل شيء 10 جيجا بايت مساحة غير مستخدمة. طبعا بعد ما تتأكد عندك مساحة هنا راح تروح تنزل حتى نحدث. راح تشاهدون كاتبين انه اصلاح الاخطاء وتحديثات امنيه، ولو حاب تقرا عن التحديثات الامنيه راح تدخل على هذه الصفحه. راح تكبس فقط تنزيل وتثبيت. بس اهم شيء الان نتذكر رمز الدخول لازم تخليه بسيط، وعلى شبكه الواي فاي مره ثانيه، والشحن فوق 90، فهنا فوق 50 عفوا. هنا كاتب لك استخدام البيانات الخلوية عدم استخدام، فأنت قل له عدم استخدام البيانات الخلوية. ست على عدم استخدام البيانات الخلوية راح يكمل يحدث نفسه، يطول بحدود بين الساعة إلى ساعة ونص حسب الزخم اللي حاصل عند الشركة. فقط حابب أقول كل شخص مشتري حسابات من محلات الجوال أتمنى يبدل الحساب مالته، لأنه شركة أبل تقفل كل هاي الحسابات. انتوا اعملوا بريد الكتروني برقم الهاتف، واني كن علمتكم كيف راح تعملون بريد الكتروني، هو هذا راح يصير حساب ابل مالتكم، تحافظون عليه، لا تشترون من السوق وتبدلون، اهم شيء تبدلون الحسابات مالتكم. اتمنى بنهايه الفيديو استفاديتوا، ولا تنسون دعم قناتي برلين بعيون عربيه باشتراك ولايك، وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد من عندي. مع تحياتي من برلين عاصمه المانيا، مع السلامه. أي سؤال أو استفسار، أي مشكلة اكتبوها بالرسائل، أنا حاضر. وشكرا لكم، مع ألف سلامة.